صحيح يعني في الملعب ديال محمد الصلي ذاك تقريبا شي تسويع المباراة، واليوم أول نهار في رمضان جماهير ديال الرجاء كثيرة جماهير ديال الرجاء كيكون هذا المكان تما غادي تشوفوا الصورة تما في المستوى أقل تقريبا من تقدر مباراة أقل من ساعة ولا ساعة غادي تشوفوا جماهير كثيرة كثيرة. المهم هادشي كله زوين كما كتشوفوا هاد البلاصة رائعة جدا وباقي خاوية لقيت هاد البلاصة غالية تقريبا 100 درهم باش تقطع على هاد المكان.